مضلم من غير البيت. البلد كليتها كانت مضلمة. أبا أبا إيه تعالى، الست ثانية جت من مصر. يا ألف نهار أبيض، يا ألف نهار مبروك. الحمد لله على السلامة يا ست سامية. ازيك يا عم أمين؟ وحشتوني وحشتوني كلكم. والله أنا كان قلبي حاسس إنك جاية، مش كده يا بنت يا جمالات؟ أيوة يابا، ده أبويا ما كانش له سيرة إلا إن الست ثانية جاية من مصر هي وسي أحمد. قلب المؤمن دليل يا عم أمين. إنما قولي لي يا ست العرايس، أنت جيتي كده ولا شديتي تلغراف ولا اتكلمتي في التليفون ولا حتى جواب؟ كنا نستناكي في أول البلد. حبيت اعملها لكم مفاجاه، احلى مفاجاه. والمفاجاه الثانيه الاحلى بقى اني نجحت في الكليه. يا الف نهار ابيض، يا الف نهار مبروك. ابا ازغرت يابا؟ زغرتي يا جمالات، ده يوم اليمونة. كفايه يا جمالات زغريت. ده انا لو كنت بعرف ازغرت كنت عملتها. ربنا يخليك لينا يا عم امين. بس دي مش مفاجاه بقى. ليه؟ لان انا عرفت انك انت نجحتي. ازاي ده؟ محدش يعرف خالص. اصل انا احلامي ما تنزلش الارض، وانا بقى شفت لك حلم عرفت منه انك نجحتي. والله ده بيحكي لي الحلم يا عم امين. حلمت يا ستي انك ماشيه في طريق كله نور، وحواليكي ناس كتير ماسكين شمع منور زفه، لغاية ما وصلت للآخر وقعدت، والكرسي كان حواليه الورود والكهارب. ده مش نجاح بقى يا عم أمين، ده جواز. عقبال يا ربي ما أشوفك في بيت العدل وأشوف ولادك وولاد ولادك. ربنا يخليك لينا يا عم أمين، عقبال ما نفرح بجمالات الأول. حكي، ما أنا حلمت لك حلم. خير، اللهم اجعله خير يا ست سامية، احكي. اتحشمي يا بنت، يلا طلع الشنطة على قرب ست سامية أوام. حاضر يابا حاضر. فوتي قدامي. حاضر. طمني يا عم أمين، بابا أخباره إيه؟ عال العال، من الفجرية خرج هو وسي صالح، راحوا على المصنع. صحته عاملة إيه؟ بومبو الحمد لله. طمنيني أنت عن أخبار الباشمهندس أحمد، أخباره إيه؟ مستني نتيجة البكالوريوس، وأول ما تظهر هيجي على طول. إن شاء الله هينجح ويبقى أكبر باش مهندس في البلد. أنا أحلامي ما بتنزلش الأرض. ربنا يحقق أحلامك يا عم أمين. إيه أظن دلوقتي بقى عصافير بطنك بتصوصو. أعمل لك فطور ولا غداء؟ لا أنا فطرت الحمد لله. أنا عاوزاك بس تعمل لي كوباية شاي على ما أطلع أغير هدومي، لأني خارجة على طول. الله، رايحة فين إن شاء الله؟ هروح المصنع لبابا، عايز أعملها له مفاجأة. طيب اعملك حاجه بسيطه كده تسندي بيها روحك. متشكره يا عم امين، انا هطلع اغير هدومي على ما الشاي يتعمل. احلى كوبايه شاي بالشربات. نورتي اوضتك يا ست ساميه. متشكره يا جمالات، طلعي لي الفستان الاحمر في اسود، هلبسه وانا نازله. على فين؟ هروح المصنع لبابا افرحه. طب اجي معاكي، اجي معاكي عشان افرحه ويديني الحلاوه. ماشي يا ستي، حلاوتك عندي كمان. طب ايه هي؟ اصبري على رزقك. قولي لي اخبار البلد ايه؟ مفيش اخبار. ما انت عارفه يا ست ساميه، بلدنا كل واحد في حاله. الله، يعني ايه مفيش جديد خالص؟ مفيش غير موضوع الحاج عبد المعين، كل يوم يجيب عمال اجانب يفلحوا في ارضه ويمشي ولاد البلد. طب وليه بيعمل كده؟ بيقول قال ايه؟ ارخص. ارخص؟ طب والناس ولاد البلد يعملوا ايه؟ يشتغلوا فين؟ حاجه غريبه والله. اهو يا ست ساميه، كل ما كبارات البلد يقولوا له كده ويسالوه يقول انا بوفر لبنتي عشان اضمن لها مستقبلها. الهم بنته مستقبلها مضمون باذن الله. هي بكره تتجوز احمد اخويا وتبقى حرم اكبر باشمهندس في البلد كلها. سادات يا ست سامية، انما هي تقاليع. على العموم يا جمالات، انا هكلم الهام في الموضوع. هي ما اتصلتش؟ ايوه اتصلت من يجي كده اربع ايام، وقالت اول ما حضرتك توصلي بالسلامه تبقي تكلميها في التليفون. هو ده الفستان؟ ايوه هو.
طب اتفضلي. ايوه الو مين؟ اهلا يا ست الهام. وصلت بالسلامه والحمد لله، هخليها تكلمك. مين يا عم امين؟ الست الهام بتسال عليك. هتكلمك يا ست الهام. متشكره قوي يا عم امين. الو، ازيك يا الهام؟ عرفت منين ان انا وصلت؟ البلد كلها عرفت؟ يا سلام، نجحت طبعا، مبروك ليك انت كمان، عقبال اللي اتبنى. على فكرة مين انا؟ لا انت اللي هتيجي، انا هستناكي بعد الظهر، ما تتأخريش، اصل ليكي عندي اخبار مهمة. لا لا، كلام مش هينفع في التليفون دلوقتي. طيب يا حبيبتي، مع السلامة. اكيد بتطمن على سي احمد. طبعا مش هيبقى جوزها ان شاء الله. ربنا يتمم لهم بخير يا بنتي، ولو ان سي عبد المعين مزعل اهل البلد منه. انا هكلم الهام في الموضوع ده. ايوه اعملي معروف يا بنتي، قولي له ان اهل بلده اولى، واللي ملوش خير في اهل بلده ملوش خير في حد. ما تقولش كده يا عم امين، عمي عبد المعين طول عمره راجل طيب بيراعي ربنا كويس. انا الاخر يا بنتي مش قادر اصدق. ان شاء الله الموضوع ده هيتحل. على فكره انا هاخد جمالات معايا المصنع. طب ما اروح معاك انا، على الاقل تبقي ماشيه في حمى راجل. يوه يابا، يعني عاوز تضيع عليا حلاوه نجاح الست ساميه؟ طيب يا ام عين فرخه، بس توصليها وترجعي اوام ورانا شغل. حاضر، امرك يابا. مع السلامه يا عم امين. يلا يا جمالات. الشاي. متشكره يا عم امين، انا هشوف بابا اصل وحشنا قوي. يلا يا جمالات. ربنا يجعلك في كل خطوة سلامة يا ست سامية. يا راجل ده احنا بقينا الظهر، قوم اتحرك يا عبد العال، هتفضل قاعد كده؟ أنا قوم أروح فين؟ أروح فين يا خطوة؟ تروح فين ده إيه؟ تروح لسي عبد المعين طبعًا. أروح أقول له إيه؟ أقول له يرجعني الشغل تاني؟ وليه لأ؟ يا وليه؟ يا وليه هو مش قال يا تشتغل بنص الأجرة يا ما تلزمنيش؟ وده كلام يرضي ربنا بس يا ناس؟ ما يرضيش، بس ما دام لقى اللي اشتغل بنص اجره هيشغلنا ليه يعني؟ طب والعمل؟ عمل عمل ربنا بقى. ونعم بالله يا عبد العال، بس ربنا يا اخويا قال اسعى يا عبد وانا اسعى معاك، وانت ليل ونهار قاعد وحاطط ايدك على خدك كده زي الولايه. طب قولي لي بس، قولي لي ايه في ايدي ما عملتوش يا خاطره؟ روح روح ودور على شغلانه عند اي حد تاني. ما انا كل ما اروح لحد واقول له عايز اشتغل يقول لي عندي القد المطلوب وزياده. ما هو كله على يدك يا بنت الناس. يا عبد العال يا عبد العال، ده احنا كده هنموت من الجوع. ربنا كريم ما بينساش حد. لا، ما هو ان كان علشان خاطرنا مش مهم، على الاقل عشان خاطر ولادك. انت ما انتش شايف حالتهم عامله ازاي؟ طب قولي لي اعمل ايه يا خضرة وانا اعمل ايه؟ تروح وتشتكيه للعمده. العمده؟ العمده هيعمل له ايه يعني؟ هيخليه يشغلنا بالغصب؟ لا، بس اقل له يوصلك على شغلانه عند اي حد تاني بدل قعدتك كده. ولا اقول لك ما تروح لسي عبد الرحيم، يمكن يلقلك شغلانه عنده في المصنع بتاعه. هو سي عبد الرحيم راجل طيب صحيح، بس هيشغل مين ولا مين؟ يا راجل روح له وخلاص، يمكن تلاقي عنده الفرج. طيب خلاص خلاص، هروح له يا خضر، هروح له. كمان شويه. كمان شويه ده ايه؟ قوم يا راجل اتلحلح، الرزق يحب الخفيه. خلاص خلاص هروح. ايوه اهو. ما تقوم يا عبد العال. لا يفتحها في وشك قادر يا كريم. قوم يا اخو قوم، وما ترجع لناش الا وفي ايديك خبر اقل تجيب حاجه نصبر بيها بطون العيله اللي عماله تعيط دي. على فين يا عبعان؟ والله ما انا عارف يا سلام، او خارج طفشان من الدار ومن خطر. ليه؟ عملت لك ايه؟ أهلا على حامي ولا على بالي،
عماله تزن على طول، يا راجل شوف لك صرفه، يا راجل اتحرك، يا طب اتحرك اعمل ايه يا ناس؟ الحال من بعضه يا ابعال. وانتوا كنتوا رايحين على فين كده؟ اهو قلنا نفوت عليك في الدار، نقعد نتشاور ونشوف لنا صرفه في الحكايه دي. بقول ايه يا جماعه؟ انا بقول يعني ناخدها من قصيرها ونروح لسعد معين ونقول له ان احنا موافقين نشتغل بنص الاجره. نص اجره؟ لا انا مش موافق. مش موافق ايه بس؟ مش موافق ايه يا اخويا؟ يا اخويا شوف لك حته ضل استريح لك فيها شويه وبلاش في الحاسه. نص اجره نص اجره، مش احسن من ما فيش؟ او نص العمى ولا العمى كله؟ لا العمى كله يا سلام راجل، هو احنا كنا عارفين نعيش باجره كامله عشان نعيش بنص اجره؟ يا راجل ما تقول كلام معقول يا اخي. طب حلها لي انت بقى، اعمل ايه؟ قول لي. خضره كان بتقول يعني ان احنا ممكن نروح لسعبد الرحيم نشتكيه وهو يشوف لنا صرفه وجايز يشغلنا حداه في المصنع. والله فكره، وسعبد الرحيم راجل طيب عمره ما رد حد وسباك دايما بالخير. وده اسمه كلام برضه، وده اسمه كلام. يا جماعه احنا ما بنفهمش غير في الزراعه وبس، هنشتغل ايه في المصنع؟ جرى ايه يا سلامي؟ ما تقفلهاش في وشنا باقي. طب افرض يعني ما لقيناش شغل في المصنع، هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها دي؟ يا راجل يا راجل ما تفولش في وشنا، احسن يمين بالله طالع في دماغي ان هج واسيب البلد كلها. والعيال والعيال يا سعد، وحد الله يا عبد العال. لا اله الا الله محمد رسول الله، استرها معانا يا رب. بس الراجل يسوى ايه من غير شغل يا ناس؟ يا الف حمد لله على السلامه، يا الف حمد لله على السلامه يا ست ساميه، اهلا وسهلا. الله يسلمك يا هنداوي. يا ترى البلد النهارده مش زي عوايدها، منوره نور بالزياده. يسلم، يعني امبارح كانت ضلمه؟ مش قصدي، بس يعني بلا بس بلا يعني، نقطنا بسكات اهو. بابا موجود يا هنداوي؟ موجود يا ست الكل، ده لما يعرف ان حضرتك شرفتي هيترمي الفرح. بطل رغي يا واد يا هنداوي، وسع السكه. ايه مش نرحب بالست الصغيره؟ متشكره يا هنداوي. اتفضلي اتفضلي يا ست الكل اتفضلي. اوعى يا واد يا هنداوي، انا عدي الاول. الله، ودي تعقل؟ عاوز تدخلي قبل مني؟ ايوه هي الاصول كده، انا اللي ادخل الاول. اتفضلي يا ست. ست ايه؟ ايوه ست جمالات هانم. يوه افتح يا هنداوي، بطلوا بقى نقار مع بعض. انا برضو هو اللي تملي يجر الشجل يا ست ساميه. مش هتعقلوا بقى؟ امال لما تتجوزوا هتعملوا ايه؟ نتجوز. هو كان اتقدم ولا حتى كلم ابويا؟ الله، مش لما حمش وهرك يا ام مخي. مخ ايه؟ مخ كبير قد كده. الجدع شويه يا هنداوي. عشان خاطرك انت بس يا ست سامي هالجدعه. يا سلام، يعني انا ماليش خاطر عندك يا واد يا هنداوي. خلاص يا جمالات، كفايه رغي بقى، يلا بينا. امرك يا ست سامي. اتفضلي يا ست اتفضلي. انت تؤمر يا حاج؟ لا ان شاء الله مفيش تاخير. اول العربيه ما توصل هتحمل البضاعه وترجع لك في ميعادها باذن الله. ادخل. ماشي ان شاء الله. سعاده البيري سعاده البيري. استنى شويه يا ولد. لا مؤاخذه يا حاج، مش ايه ده الوقت هنداوي. ان شاء الله الطلبيات اللي جايه. سعاده البيري سعاده البيري. انتقم شويه. لا مؤاخذة يا حاج، الوقت الداوي مجنن، نعمل ايه؟ حاضر يا سيدي، ان شاء الله ان شاء الله، مع السلامة. انت ما بتفهمش، انت مش شايفني بكلم الراجل؟ مش قادر تستنى شوية لما تفاهم مع الراجل؟ اصل سعادة البيت. اصل ايه وفصل ايه يا ولد؟ ما طنطة. اصلها مفاجأة كبيرة قوي يا سعادة البيت. مفاجأة؟ مفاجأة ايه؟ أنا المفاجأة يا بابا. مين؟ سامية؟ مش معقول. أهلاً 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 أهلاً، ألف حمد لله على السلامة. الله يسلمك يا بابا. حلوة المفاجأة دي يا سعادة البيه، مش كده؟ اسكت أنت. مش كنت تتصل وتقول كنا أصل هي عاملة لك مفاجأة؟ أنت لسه واقف. إيه؟ مستني إيه؟ حلوة وصول الست سامية. الله. حمد لله على سلامة الست سامية يا بلحان. انت كمان يا ست جمالات، الله يسلمك. انا جاي عشان ابشر حضرتك بسلامه وصول الست ساميه ويبقى لي حلاوه. انا اللي بشرت عم الحاج العمر. يا انا اللي بشرته العمر. خلاص 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 يا شغلانه.
ايه الحلاوه اللي كنتوا بتجيبوها؟ بس يلا بقى هونا شويه عشان نعرف نتكلم. امرك يا سعاده البيت، فوتوا كتابه يا بنتي. حفوم بس انا اللي هاخد الحلاوه هنا. الله يوفقك يا رب. ازيك يا بابا؟ وحشتني قوي. انت وحشتني اكتر. ايه؟ اخبار النتيجه ايه؟ طمنيني. يعني هيكون ايه غير بنت شاطره طالعه لبابا بتذاكر كويس وبتحضر محاضراتها بانتظام عشان تفرح باباها؟ دي النجاح طبعا. الف مبروك يا ساميه. الله يبارك فيك يا احلى اب في الدنيا. قولي بقى ايه حلاوه الشطاره والاجتهاد ده؟ استني الاول، ما تاخدنيش بدوك. ما اتصلتيش بيا ليه لما النتيجه ظهرت عشان تفرحيني؟ كنت انور لك البلد واعمل لك الزبه البهيه. اولا انا جيت بالنهار، ثانيا حبيت اعملها لك مفاجاه. احلى مفاجاه. بس طمنيني الاول، اخبار احمد ايه؟ مستني نتيجه البكالوريوس، واول ما تظهر هيجي يفرحك على طول. واخبار صحه ستك ايه؟ على العالي وبتسلم عليك قوي. الله، وما كانش معاكي ليه؟ قالت لي لما احمد ينجح يمكن تيجي تقعد هنا كام يوم. يا ليت، ده البلد كلها تنور. ست عظيمه ولا كل الستات. ربنا يديها طول العمر. ما تتصورش يا بابا فرحة قد ايه لما عرفت ان انا نجحت. طبعا يا بنتي، مش بنتي بنتها. امك الله يرحمها كان نفسها تشوف يوم زي ده. الله يرحمك يا ماما. الله يرحمها. صحيح، ماتت وسابتنا في عز شبابها. كانت دايما تقول وانتوا صغار، امتى يا عبدو ولادنا يكبروا ويتخرجوا من الجامعه ونشوف ولادهم ونفرح بيهم وانت تبقى عجوز. اقول لها لا، انت اللي هتكبري، انا حفضل شباب على طول. تقول لي لا، انت اللي هتكبر الاول يا عبد. البركه فيك يا بابا، يا اعظم اب في الدنيا. عشت لنا ام واب واخ وكل حاجه لينا. الحمل تقيل يا بنتي، ربنا قدرنا تمه قبل ما فوق. بعد الشر عليك، اوعى تقول كده تاني احسن ازعل منك. ربنا يدي لك طولة العمر وتشوف ولاد ولادنا. هي فين البنت ديت؟ صالح اخوي، وحشتني وحشتني قوي. انت اللي وحشتني قوي يا سامي. بارك لاختك يا صالح، نجحت في الكليه. طبعا ما كان لازم تنجح، هو في حد في شطارتها؟ الف مبروك يا سامي. ده انا لازم افرق شربات على المصنع كله. مصنع ده ايه؟ على البلد بحالها. عقبال ما نشرب شربات فرحك يا سي صالح، اصل الحكايه طولت قوي. ان شاء الله اول ما تتخرجي انت من الجامعه اتجوز انا على طول. وايه ده؟ لا يا ابني لا. اخواتك ربنا قدرنا وربناهم احسن تربيه. وكلها يوم ولا اتنين واحمد ياخد بكالوريوس الهندسه ويشيل الحمل معانا. انت لازم تتجوز في اسرع وقت. لسه شويه يا بابا. لا شويه ولا كتير. انت عاوز فاطمه تستناك لحد امتى؟ احنا عاوزين نفرح بيكم ونحتفل بيكم ونعمل فرح كبير نحتفل فيه بجوازك انت وفاطمه وبنجاحنا واحنا. قريب قوي نفرح باليوم ده. عمك سالم قابلني امبارح بعد صلاه العشاء وقال لي يا عبد الرحيم الخطوبه دي طولت، وانا وعدته نزوره النهارده ونتمم معاه كل شيء باذن الله. طب نستنى شويه يابا لحد ما نتيجه احمد تظهر ونطمن عليه. ناجح باذن الله. بقول لك ايه يا صالح؟ بلاش حجب، احسن اخلي فاطمه تقلب عليك. لا اعملي معروف، ده انت عليك عمايل. ايوه اسمع كده الكلام احسن لك. اول ما يوصل احمد بالسلامه ونطمن عليه نعمل الفرح على طول. السلام عليكم يا ابو الحاج. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اتفضلوا. ودي تيجي برضه يا ابو الحاج، يعني نقعد قدامك؟ اتفضلوا مفيش تكليف. زيد فضلك. طلباتكم ايه؟ انا تحت امركم. الامر لله يا حاج. الحكايه وما فيها ان احنا كنا شغالين في ارض سي عبد المعين وبقالنا سنين على الحال عمر يعني. كويس. وكانت المعيشة ماشية كويس يا ابو الحاج، وحمدين ربنا لغاية ما جينا في الأيام الأخرانية لقينا سي عبد المعين طلع في مطلع جديد. أيوه عارف حكاية الناس بتوع بلاد بره اللي بيشتغلوا عنده. مظبوط يا حاج، ويوم ورا يوم لقيناهم كتروا وبصينا لقينا سي عبد المعين جمعنا وقال لنا
الناس دول شغالين كويس وشغلهم عاجبني، وكمان بيكلفوني نص اجرتكم بس. واذا كنتوا عايزين تستنوا هنا معانا في الشغل يبقى تاخدوا زيهم نص اجره، يا اما كده يا اما يكون الشغل عندي. لا حول ولا قوه الا بالله. وطبعا يا ابو الحاج انت عارف والعارف لا يعرف، ده احنا باجره كامله وكنا عايشين بالكام، طب هنعيش ازاي بس بنص اجره واحنا يعني عندنا بيوت مفتوحه وحدنا عيال بنربيهم؟ وبعدين يا ابو الحاج الارض دي حته منا رويناها بعرقنا ودمنا وسهر الليالي، نقوم نخرج منها كده؟ طب يرضي حد ده ولا يرضي ربنا؟ طبعا ما يرضيش حد. هنصرف على عيالنا منين؟ ولا نفتح بيوتنا منين؟ ولا احنا غلطانين يا ابو الحاج؟ لا طبعا، والمطلوب مني ايه؟ وطبعا احنا قلنا نعرض عليك المساله واللي هتشور علينا بيه هنعمله. حاكم انت يعني مقامك كبير قوي في البلد وكلمتك مسموعه. والله حاجه تحير، المصنع مليان بعماله، يعني العين بصيره والايد قصيره، انما لو وسعنا المصنع هنشغل ناس من البلد، انما دلوقتي مش عارف اقول لكم ايه. ربنا يكرمك يا ابو الحاج ويطول لنا في عمرك. يلا بينا يا رجاله. الله، استنوا يا رجاله لسه ما كملناش كلامنا، وقفتوا ليه؟ ما اصل يا ابو الحاج يعني احنا غلب حمارنا مش عارفين نعمل ايه. كلمه يا ابو الحاج، فهمه ان حالتنا صعبه. حاضر هكلمه، ومن هنا لغايه ما يقتنع خدوا المبلغ ده سلفه لغايه ربنا ما يفرجها. لا لا يا ابو عبد الرحيم لا، وانت ذنبك ايه؟ احنا عايزين نشتغل وناكل بعرق جبنة. هين يا ولاد، ده انتوا زي ولادي، اعتبروا المبلغ ده سلفه ولما تشتغلوا ابقوا ردوه. والله الواحد ما عارف اقول لك ايه يا ابو الحاج، انما روح ربنا يكرمك ويوقف لك ولاد الحلال. متشكرين يا ابو الحاج. الشكر لله يا ابني، على العموم اجهود عليا بعد يومين اكون كلمت الراجل وان شاء الله خير. ها احضر لكم الغدا بقى، زمانكم جعتم خالص. الحاج زمانه جاي، هنتغدى اول ما يوصل. يا ابني انت عارف ان الحاج بيحب يتغدى في المصنع، هو بيحب المصنع قوي. اتغدوا انتوا وانا هحضر له الغدا واوصله له المصنع. بابا وعدنا انه جاي يتغدى، وما دام وعد يبقى اكيد هيجي. يا بنتي ودي تعقل دي؟ بقى الحاج يسيب المصنع في عز الظهر، خصوصا سي صالح موجود هنا، هبطلوه ده واسمعوه ده. ريح نفسك انت بس، احنا هنتغدى اول الحاج ما يوصل. امرك يا ابني اللي تشوفه. قول لي بقى يا صالح، عاوز تأجل جوازك من فاطمه ليه؟ يا سامية مسألة الجواز دي مسألة محتاجة ترتيب، ما ينفعش فيها الاستعجال بالشكل ده. تستعجل ده يا صالح؟ انت بقالك قد ايه خاطب فاطمة؟ وماله، هي الدنيا طارت. صارحني يا صالح، انا اختك، في حاجة مخليك عاوز تأجل الجواز؟ حاجة زي ايه؟ انا اللي بسألك. ابدا والله، بس لو مصممة تعرفي اقولك. طب قول. بقى يا ستي الحاج مصمم ان لما اتجوز فاطمة نعيش في بيت مخصوص لينا. طب ودي فيه ايه يعني؟ فيها ايه يعني؟ معقول اسيبه يعيش لوحده واقعد انا في بيت تاني؟ لوحده ازاي بس؟ امال احنا رحنا فين؟ انتي ولسه فاضل لك سنتين في الكليه وهتعيشي مع ستنا في مصر، واحمد مش عارفين ناوي يعمل ايه. احمد فاضل له يوم ولا اتنين ويخلص الامتحانات ويجي يعيش معانا هنا في البلد. احمد هيعيش معانا هنا في البلد؟ احمد هيبقى باشمهندس قد الدنيا، هيجي يقعد معانا هنا؟ الله، امال هيقعد فين؟ احمد اكيد هيقعد في مصر وهيتجوز من بنات مصر. احمد خلاص خد على عيشة البنادر. لا يا صالح، الحكاية مش كده خالص. أحمد اتكلم معايا في الموضوع ده كتير. أحمد بعد ما ياخد البكالوريوس هيرجع يعيش معانا هنا في البلد، وناوي يتجوز إلهام بنت عمك عبد المعين ويشتغل معاك في المصنع. أحمد عنده طموحات كبيرة، عاوز يعمل توسعات كتيرة في المصنع، عاوز يخليه أكبر مصنع في البلد. أهو أنت عقدتيها أكتر. ليه بقى؟ هو توسيع المصنع ده مش عايز فلوس، فلوس كتير قوي علشان نشتري ارض ونجيب عمال ونجيب مكن، والجواز ما هو عايز فلوس كتير برضه. اكيد. طيب ومعقوله انا اخد الفلوس اشتري ارض وابني بيت واتجوز واعيش انا وفاطمه واحمد احلامه تضيع؟ لا مش ممكن، مش ممكن ابدا يا سامي.
مش كفايه يا صالح انك سبت المدرسه واشتغلت مع بابا في المصنع عشان اتعلم انا واحمد؟ انت هتفضل تضحي عشان لحد امتى؟ وهي دي تضحيه؟ انت هتهولي ولا ايه؟ ده انتوا اخوات يا ساميه. مش كفايه بابا ضحى بكل حاجه علشان كفايه انه ما رضيش يتجوز بعد ماما الله يرحمها وحرم نفسه من كل حاجه في الدنيا عشاننا. هيبقى انتوا الاثنين كفايه واحد. انت مصممه انك تعمليني بطل ولا ايه الحكايه؟ انت فعلا بطل عظيم يا صالح، مفيش حد في الزمن ده بيعمل اللي انت بتعمله. الحاج رباني عمل لي اسم وسمعه في السوق، واقل حاجه اقدمها لكم ان اجل جوازي شويه. اسمع يا صالح، انت هتتجوز يعني هتتجوز. يعني ايه؟ بالامر ولا بالامر؟ ايوه بالامر، وهشوف يا سي صالح. لما نشوف يا ست ساميه. ايه يا ولاد مالكم؟ جرالكم ايه؟ صوتكم طالع بره كده ليه؟ ابدا يابا، ده احنا بنهزر بس بصوت عالي. لا يا سي بابا ما بنهزرش ولا حاجه، اصل الحكايه ساميه الحاج جاي جعان واحنا كمان جعانين، نتغدى الاول. يا عم امين، يا عم امين. ايه يا ابني بتغير الموضوع ليه؟ موضوع ايه يا ولاد؟ ما تفهموني. والله صدقتوا يا ولاد، اهلا نورت دارك يا حاج. الله ينور عليك يا عم امين، الحقنا بقى بالغدا احسن واعين من الجوع. امرك يا حاج، الاكل جاهز وكل شيء جاهز. حضر الغدا يا بيت يا جمالات. موضوع ايه يا ساميه؟ يابا ما تشغلش بالك، ده لعب صغار، نتغدى الاول. قال يا خبر بفلوس، بعد الغدا يبقى ببلاش، نتغدى الاول وبعدين نتحدد. خير يا عبد العال؟ رحت لسعد المعين؟ شكلك كده ما رحتلوش، امال عملت ايه؟ رحت لسعد الرحيل وقال لك ايه؟ ما تنطق يا راجل باللي ريق الكلمه. يا وليه يا وليه، كن شويه، اهمدي اصبري باللي ريق. اصبر اصبر، ده ايه يا راجل؟ طمني بكلمه الله يريح قلبك. اطمني يا اختي، خدي خدي الاول اللقمه دي اكل العيال، واللي يفيض خليه اهو نتغدى بيه. العيال نايم. ها قول لي اشتغلت عند مين؟ ما هو ما دمت جبت معاك اكل يبقى اكيد اشتغلت، واكيد كمان سي عبد الرحيم كلم سي عبد المعين وقال له لازما وحتما ولابد ترجع سي عبد العال الشغل، فرجعك على طول. حكما سي عبد الرحيم ده راجل ولا كل الرجاله، وكلمته ماشيه على الكبير قبل الصغير. ما حصلش حاجه من دي خالص، ايه رايك بقى؟ يا مصيبتي، بتقول ايه يا راجل؟ ما حصلش حاجه؟ امال ايه اللي حصل؟ أنا رحت للحاج عبد الرحيم، أنا وسلامة وحسني. وخدتهم معاك ليه دول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هم مش مطرودين من شغلهم زيي. يا عبد العال، يا عبد العال دي عاملة تعملها، الراجل هيشغلك ولا هيشغل البلد كلتها؟ يا ولية خاف الله، هم مش غلابة زينا وأصحاب عيال صغار؟ طب يا أبو قلب كبير، عملتم إيه مع سي عبد الرحيم؟ إحنا حكينا له الحدوتة كلها، من طقطق لسلام عليكم. والراجل الشهادة لله اتأثر بالموضوع قوي، ووعدنا ان هو هيكلم سي عبد المعين وهيرد عليه. يا مصيبتي يا مصيبتك يا خضرة، انت وولادك. وعدك بايه يا اخويا؟ هيتكلم لسه؟ يعني الراجل كان هيسيب شغله ويروح جري لسي عبد المعين؟ هو قال انه هيفوت عليه بكرة ولا بعده، وقال لنا عدوا عليها كمان يومين ثلاثة كده. يعني الخلاصة ما عملتوش حاجة. اقول لها اهدي بس يا ربي. امال جبت فلوس الاكل منين يا عبد العال؟ ما هو الراجل لما شاف حالنا يعني صعبنا عليه ومدانا مبلغ كده عشان نتصرف بيه لغايه ما الموضوع يتحل. واكيد سلامه وحسنين اسموك في القرشين. اسموني في ايه؟ اسموني في ايه يا حضره؟ لا حول ولا قوه الا بالله، الراجل هو اللي وزع علينا الفلوس بذات نفسه. واداك كام؟ ليه؟ ليه؟ انت عايز تخبي عليا زي عوايدك ولا ايه يا عبد العال؟ استغفر الله العظيم يا رب، يا ولي اهمدي وكني شويه. يعني هو ادانا الالوفات انما يشكر، الحمد لله على كل حال. خدي خدي وارتاحي وريحيني. ودول هيقضوا ايه ولا ايه؟ ده بدل ما تحمد ربنا يا خضر، مش يشكر الراجل ان هو عمل معانا كده؟ وما شغلكش حداه ليه في المصنع؟ قال ان عنده عمال زياده. ما انت لو كنت رحت له لوحدك كان زقك في شغلانه كده ولا كده، لكن انت شهم يا جوزي، رايح له وساحب معاك البلد كلتها. يعني افوت لك الدار؟ والله العظيم افوت لك الدار واخد. ليه بقى ان شاء الله؟ خليك قاعد يا اخويا، اقعد وكل. مش واكل، والله العظيم ماني واكل. ليه بقى؟ كلت بره ولا كلت بره؟ لا بره ولا جوه، نفسي نسدد، والله العظيم نسدد. الحمد لله، اللهم ديمها نعمة واحفظها من الزوال.
ألف هانة وشفا يا سي عبد الرحيم. الحمد لله يا عم أمين. الله الله، ما كملتيش أكلك يا ست سامية. الحمد لله شبعت على الآخر. ده أنا عامل الأكل كل ده مخصوص علشانك. الحمد لله ما أقدرش أكل ولا لقمة زيادة. سي صالح. وأنت كمان؟ الحمد لله، ده كده تمام قوي. الشاي يا جمالات. يلا نشرب الشاي هناك. يلا يا بابا. بقول إيه يا حاج؟ أنا هرجع أنا المصنع وهشرب الشاي هناك. الله، جرى يا سيصال؟ عاوز تزوغ مننا ولا ايه؟ لا ابدا والله، بس مش عوايدنا نسيب المصنع كده انا والحاج في وقت واحد. خليك انت هنا مع عيلتك وانا هرجع المصنع. دي تيجي برضو يا حاج. قالوا ترتاح لك يوم. بس ما تسمعش كلام سامي. ما تسمعش كلام سامي ده ايه؟ انا هقول لك يا بابا. بقول لك ايه؟ قفلي على المواضيع دي دلوقتي لحد ما نتفاهم سوا. انت بتوشوش اختك تقول لها ايه؟ ابدا ابدا يابا، مفيش حاجة. على العموم سامية ما تعودتش انها تخبى عنا حاجة، مش كده يا سامية؟ طبعا يا بابا. هي بقى زوغة انا احسن. سلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقى يا لك يا ست سامية. يلا بقى يا ست سامية احكي لي بقى، الواد صالح ده مخبى عليا ايه؟ والله يا بابا مش عارفة ابتدي ازاي. ليه بقى؟ اصل الموضوع محرج شوية. وايه بقى وجه الاحراج؟ مش عارفه اقول لحضرتك ايه، بس الحقيقه صالح عاوز ياجل جوازه من فاطمه شويه. وايه سبب التاجيل؟ بيقول ان حضرتك عاوز تبني له بيت جديد يسكن فيه بعد الجواز، وهو مش عاوز يسيبك قاعد لوحدك. وهيسيبني لوحدي ليه؟ ما هو شغال معايا في المصنع، ازوره ببيته ويزورني هنا، يعني كل يوم مع بعض. هو قصده يعني ان الجواز ممكن يشغله عن حضرتك، وحضرتك تتضايق او تعاني من الوحده. ثم كمان احمد اخوك قاعد معانا هنا لغايه ما يختار بنت الحلال وابني له بيت يقعد فيه هو ومراته. انا بقى مش هتجوز، هفضل قاعده معاك هنا على طول. لا وانا ما اقبلش، ده يوم المونة يوم ما احضر فرحك، بس انا بقى راسم الرسم اللي هو. خير يا بابا. انت وعريسك هتعيشوا في البيت ده، وانا بقى اطبل عليكم على الأقل لما ربنا يديني طولة العمر وأشوف ولادكم وأفرح بيهم ألعبهم وأحطهم على ظهري وأجري بيهم وأعمل لهم جمال الملحة زي زمان. ربنا يدي لك طولة العمر يا بابا وتربي ولاد ولادنا. بس الحقيقة فيه موضوع تاني. خير يا بنت؟ صالح حاسس إن الجوازة دي هتتقل على حضرتك في المصاريف يعني. يا بنت خير ربنا كتير، وأنا عامل حساب كل حاجة، فلوس جواز صالح وتمن الارض اللي هبني له عليها البيت انا شايلهم كده على جنب. لان ده شقاه معايا طول العمر في المصنع، حقه يعني. ربنا يخليك لينا يا احلى اب في الدنيا. بلاش بكش بقى وما تاخدنيش في دوكه. قوليلي انت ناويه تتجوزي امتى؟ لا لما اخلص الكليه الاول، الشرط نور ونعم العقل. اتفضلوا الشاي. تشكري يا جمالات، نخدمك في فرحك ان شاء الله. يوه ما تكسفنيش يا بلحاج. ياه يعني البنت وش كسوف، ده الود والده تتلايم على هنداوي النهارده قبل بكره. يا خبر، هو قال لحضرتك؟ كلمني يا ستي وقلت له حوش مهرها وانا اجوزها لك. المهم ابويا يوافق بعد ما حضرتك طبعا توافق. ما انا كلمته يا بنت واتفقنا. هو ما قاليش ليه؟ ما خبى عليا ليه؟ ايوه كده يا ست جمالات، اظهري على حقيقتك بقى، عايزه تتجوزي وتسيبينا. يوه 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 يوه، عيب يا ست ساميه، ده انا لحم اكتفي من خيركم. داني والواد هنداوي، قصدي سي هنداوي، هنفضل خدامينكم كده طول العمر. سي هنداوي مره واحده الله يجازيكي، لكن اصيله يا بنت زي ابوكي، تمران فيكم العشره انتوا الاثنين. ساميه يا ساميه، شوفي مين يا جمالات. ساميه ساميه، الست الهام. ازيك يا الهام؟ الحمد لله على السلامه يا ساميه. اهلا اهلا اهلا، ايه النور ده؟ ده نورك يا عمي، ازاي صحه حضرتك؟ الله يسلمك، ازاي الوالد المحترم؟ بيسلم على حضرتك كتير جدا، ومواصين ان اقول لحضرتك انه زعلان قوي عشان بقالك فتره ما زرتهوش. مشاغل والله يا بنتي، انا عارف اني مقصر، بس ابوكي برضه ما عادش بيجي زي زمان ولا حد بيشوفه. خلاص يبقى حضرتك تيجي تزورنا انت وساميه.
بكره ان شاء الله قبل ما اروح المصنع هعدي عليه عشان عايزه في موضوع كده. خير يا بابا؟ لا ده موضوع بيني وبينه وهتكلم معاه فيه. خلاص انا هبلغه عشان يستنى حضرتك، بس تجيب ساميه معاك عشان تتغدى معايا يا بابا. ماشي كلامك، اسيبكم بقى مع بعض واطلع استريح. اتفضل يا عم. اعملي حسابك يا ساميه هتروحي معايا بعد الظهر لبيت عمك سالم ابو فاطمه. حاضر يا بابا. عن اذنكم. اتفضل. جمالات. نعم يا ست سامي. هات لنا شاي في الجنينه، ايه رايك يا الهام؟ مش نشرب الشاي في الجنينه احسن؟ احسن برضه. طب يلا بينا، عندي كلام كتير عاوزه اقوله لك. ايه هو؟ اصبري على رزق لما نقعد. يلا. اتفضلي يا الهام. شكرا. جمالات. تعرفي القعده هناك دي؟ دي شغاله اجنبيه عندنا وجايه معايا. طب ما خليتهاش تدخل معاكي ليه؟ هي طلبت تقعد بره. شغاله اجنبيه؟ ده ايه التطور ده؟ اعمل ايه؟ بابا هو اللي بيشغلهم في الارض وفي البيت كمان. طب وانت رايك ايه يا ايهاب؟ انا ماليش دخل، ده شغل بابا هو حر فيه، وبعدين هو بيقول ان هم اوفر وارخص. اوفر؟ جمالات روحي شوفيها تشرب ايه. حاضر يا ست سامي. حاضر. تحبي تشربي ايه؟ وات؟ لا يا اختي ما عندناش وات، عندنا شاي وقهوه وحاجه ساقعه. تحبي تشربي ايه؟ اي دونت اندرستاند. ستنتي اقعدي عوجه واتكلمي عدل. جمالات تعالي مش هتعرفي تتفاهمي معاها. انا مش فاهمه حاجه من اللي بتقوله خالص يا ست ساميه. بقول لك ايه، هاتي لها شاي وريحي نفسك. بقى كل الرطانه اللي بترطنها دي معناها انها عايزه تشرب شاي؟ لا مش معناها كده، بس هاتي لها شاي وخلاص. ربنا يخليك يا ست الهام، يا منورانا النهارده. زمن العجايب اللي عيش يا ما يشوف. يا ساميه يا رايت فين يا امين بنت يا جمالات؟ ايوه يا ملحق. ايوه فين سامي؟ بره في الجنينه مع ست الهام. تحب اناديها لك؟ لا سيبيها مع صاحبتها، اعملي لها كوبايه شاي، الواحد مش واخد على نومته الظهريه. من عينيا يا حاج، انا انعهولك. عن اذنك. اتفضلي. الله، ده انا لازم اكلم صالح في التليفون، شوف العربيه حملت ولا لا. ياه، لا نكمل بكره بقى لحسن اتاخرت على بابا. طب ما تقولي كمان شوي. ده احنا بقالنا اكتر من ساعتين، وكمان عشان الحق اروح قبل الدنيا ما تضل. ماشي، هاجيلك الصبح ان شاء الله مع بابا. بس اعملي حسابك هتقعدي طول النهار معايا. لا هقعد لحد الغدا بس، عاوزه ارجع اعمل عشوه جميله لبابا وصالح، عاوزه اوريهم شطارتي في الاكل. يا سلام. ماشي يا سامية، بس هتكملي لي بكره بقى. ماشي يا الهام، مع السلامه يا حبيبتي. مع السلامه يا سامية. باي باي باي. ايه ده؟ انت صحيت يا بابا؟ ده انت ما لحقتش تنام. قلقت يا بنتي. الظهر الواحد مش واخد على نومة الظهرية. طب وما ندهتش عليا ليه؟ انا قلت اسيبك انت وصاحبتك، يمكن تكونوا بتتكلموا بحاجة مهمة. مفيش أهم منك يا سي بابا. يا بنتي يا بنطجية. جاهزة عشان تروحي معايا بيت عمك سالم أبو فاطمة؟ ثواني، أغير هدومي وأنزل لك على طول. يا أمين. أيوة يا عم الحاج. فين أبوك يا جمالات؟ جوه بيجهز العشاء. اندهولي. حاضر. أبا أبا الحاج عايزك. خير يا حاج. إيه يا راجل؟ أنت فايتني كده لوحدي؟ أصل إحنا بنجهز العشاء، عاملين حاجات مخصوصة عشان خاطر الست سامية. يا سلام، والحاجات المخصوصة ما تتعملش إلا الست سامية؟ وإحنا يعني إيه، مالناش نصيب؟ لينا رب يا سيدي اسمه الكريم. انت الخير والبركه يا حاج. خلاص روح انت بقى وشيل الحمل عن ابوكي وخليه قاعد معايا شويه. عينيا يا سي الحاج. عن اذنك يابا. يلا يا بنت. ايه يا راجل، انت مش عارف تتجوز بنتك ولا ايه؟ ما هو اصل يا حاج. اصل ايه وفصل ايه؟ البنت ما بقتش صغيره. ما انت عارف يا حاج، جمالات دي دراعي ورجلي
وانا راجل كبرت في السن وما اقدرش اشيل الشغل كله لوحدي لو هي فاتتني. وهي هتفوتك وتروح فين يعني؟ هي مش هتروح بيت جوزها يا حاج؟ مين هيساعدني بشغل البيت بقى؟ شوف يا امين، انت شلت حمل كبير وان الاوان عشان تستريح وتفرح ببنتك. يا حاج انا راحتي في خدمتك وخدمه ولادك، انا هفضل اخدمكم كده لغايه ما اموت، ده انا لحم كتافي من خيركم. بقول لك ايه، انت شاركتني بتربيه ولادي، يعني ولادي هم ولادك، ساميه زي جمالات وجمالات زي ساميه، واجب بقى افرحها وافرح بولادها. ربنا يديك طول العمر يا حاج. وانا عندي حل كويس. خير؟ هنداه وجمالات يعيشوا في الاوضه اللي في الجنينه، وهم يبقوا قريبين منين؟ ها قلت ايه؟ امرك يا حاج. الامر لله، ما تنشفش دماغك بقى، قول موافق. وانا اقدر ارفض لك طلب يا حاج. خلاص، فرح البنت جمالات وقول لها مبروك. مبروك على ايه؟ هبقول لك في الطريق، يلا بحسن اتاخرني. يلا بينا، بس هتقول لي يا بابا. ربنا يفرحنا بيكي قريب ان شاء الله يا ست ساميه. اكيد الكلام ده فيه سبب، ما تفهموني. يلا بقى اتاخرنا عن الناس. ايه يا الهام؟ اتاخرت كده ليه؟ مساء الخير يا احلى بابا في الدنيا. مساء النور. ده انا لقيت الليل دخل علينا كده، قلقت عليك. اصل الكلام خدني انا وساميه وما درناش بالوقت. وعمك عبد الرحيم كان هناك؟ ولا زي عوايده كده كان رقد في المصنع؟ لا كان موجود في البيت، ده رجع مخصوص علشان سامي وبيسلم على حضرتك قوي. قلت له بقى انني زعلان منه عشان ما بيزورنيش ولا انكسفت يا اختي زي عوايد؟ لا قلت له وهيفوت على حضرتك بكره الصبح. ايه؟ طب ما افتكر. عموما يشرف. ما هو برضه يا بابا زعلان علشان حضرتك ما بتزوروش. والله زمان يا اولاد كناش نفتري ابدا الا ساحة النوم. الدنيا تلاه، هو تلاها في مصنعه وانا في الارض ومشاكل. انت يا بابا اللي عملت في نفسك كده. ازاي يعني؟ ايه؟ كله شغل شغل، مفيش راحه ابدا. ما هو كله عشانك وعشان مستقبلك. بس برضه يا بابا لازم تشوف نفسك شويه. يعني ايه؟ اسيب الارض كده واروح اتصرمح واتفسح؟ وليه لا؟ ليه لا؟ ده انت باين عليك رايقه وفايقه قوي الليله دي. قومي يا اختي حضري لنا لقمه نتعشى، انا بصحى من النجمه. حضرتك دايما تتهرب من المواضيع المهمه. اه يا بنت روح اعمل لنا حاجه نتعشى بيها كده، ولا ارضوني باللي سمع الجماعه بتوعك دول يحضروا لنا العشاء. دينر فور تو. اوكي. يا اهلا يا اهلا، اتفضلوا. اتفضل يا حاج، البيت بيتك، اتفضل. ازيك يا عمتي وازاي صحتك؟ الله يسلمك، الحمد لله على السلامة، نورتوا البيت. منور بأصحابه. الله، أمال فين الحاج سالم؟ جاي حالا. يا حاج سالم، يا حاج. يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا، يا ألف مرحب. ازيك يا حاج سالم؟ أهلا يا حاج، الله يخليك. ازيك يا ست العرايس؟ ازيك يا عمي، أمال فين فاطمة؟ جاية حالا، حمدها. لا خليكي مرتاحة يا عمتي، أنا هدخل لها. اتفضلي. يا فاطمة، يا فاطمة. الحمد لله على السلامة، جيتي امتى؟ النهارده الصبح. وما جيتيش ليه من الصبح؟ ما وحشتكيش؟ لا يا ست، وحشتيني طبعا، بس استنيت لما اجي مع بابا. عمي عبد الرحيم جه معاكي؟ اطلع اسلم عليه. استني، بابا بيتكلم مع عمي في موضوع مهم. خير؟ اي يعني مش عارفه، بيتكلم في تحديد ميعاد جوازك انت وصالح. يوه، هو لسه سي صالح فاكر؟ صالح ما نساكيش يا فاطمه، صالح بيحبك. اسمع كلامك اصدقك، اشوف امورك استعجل. فاطمه انت عارفه احنا قد ايه اصحاب، وعارفه برضو انا بحبك قد ايه. انا مش بدافع عن صالح لانه اخويا، صالح فعلا انسان عظيم، والاسباب اللي خلته ياجل جوازه اسباب انسانيه يمكن ما اقدرش اقولها لك دلوقتي. ليه بقى؟ هو احنا مش اصحاب؟ هتخبي عليا ولا ايه؟ لا يا ستي مش هخبي عليكي، هقول لك كل حاجه. ألف هلا وشفا، هنية. دايما يا حاج، احنا بقى زي ما اتفقنا، أول أحمد ما يرجع بالسلامة نكتب الكتاب على طول عشان أحمد يحضر فرح أخوه. اتفقنا يا حاج، وإن كان عليا لي هشور فاطمة وأجهزها وأوديها لحد الدار. ونعمل نسب، ده فاطمة دي هعمل لها فرح.
ولا كل الافراح. في عزك ان شاء الله عقبال ما نفرح بسامي. عن اذنك. ودي تيجي يا حاج، لازم تتعشوا معانا. يا سيدي مره تانيه؟ لا والله ما تيجي يا حاج يا ام فاطمه. خير يا حاج؟ في ايه الحاج يا ستي؟ قال ايه الحاج عايز يمشي قبل ما يتعشوا معانا. يا دي العيبه، وده اسمه كلام يا حاج؟ ده انا حضرت العشاء خلاص. يا ستي مره تانيه ويبقى لنا عندكم عزومه. ده انت تشرف وتأنس في اي وقت. ما دلنا الاولاد بقى احسن زمانهم مستفرغين ببعض. ربنا يحميهم لشبابهم. يا فاطمه يا فاطمه. نعم يا ماما. تعالي يا فاطمه تعالي ما تتكسفيش، سلمي على عمك الحاج. اهلا يا عم الحاج. اهلا اهلا بست العرايس، شد حيلك بقى كاتب الكتاب قرب. مبروك يا فاطمه. الله يبارك فيك يا ساميه. عقبالك يا ساميه. متشكره قوي. لسه شويه. اها. ده كلام دين. إيه الرك بس كده يظهر ابن الحلال. يعني اذنك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بالسلامه يا حاج. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه يا عبد العال، انت مش هتنام ولا ايه؟ مش جاي لي نوم يا خضر. وهتفيد بايه قعدتك كده يا اخوي؟ لو ليه بقول لك مش جاي لي نوم، يعني هنوم نفسي بالغصب؟ يعني هتفضل قاعد كده للصبح؟ مش عارف. مش عارف؟ وانت من امتى كنت عارف حاجه يعني؟ يعني عاوزاني اقول لك ايه؟ قول لي بتفكر في ايه؟ ولما اقول لك هيفيدك بايه بس؟ الله افكر معاك يا اخوي. نامي يا خضر، نامي وارتاحي وريحيني. الله افكر معاك. يعني هتجيب الديب من ديله يا اختي؟ انت بتتمهزق بيا يا عبد العال ولا ايه؟ شش شش، وطي حسك العيال تصحى. ما تصحى ان شاء الله البلد كلتها يعني تصحى. الله يا وليدي، انت مش عايزه تفوتي الليله دي على خير ولا ايه؟ وين ما فاتتش يا عبد العال ايه اللي هيحصل؟ انت عايزه تتخانقي بقى؟ ما هو الخناق كيف عندك؟ انا برضو اللي عايزه اتخانق يا عبد العال؟ فيها ايه يعني لما سالتك مالك؟ حرم السؤال ولا حرم؟ يعني مش عارفه مالي يا خطر. اقول لك مالي؟ مخنوق مخنوق قوي ومتضايق ومش طايق وعايز اهج من البلد كلها. عايز تهج من البلد كلها؟ اكيد بقى شايف لك شوفه تانية. يعني اعمل فيك ايه؟ اخنقك يا وليه يا مجنونه؟ وانا حلت اللضع عشان اشوف لي شوفه تانية؟ روحي نامي، نامت عليك حيطه. نامي واستهدي بالله يا خضره. انت حر والله، ما انا سألك على حاجه تاني. ان شاء الله تقعد عمرك كله صاحي. هيجي منين النوم طول ما الحكايه دي مش باين لها حل؟ يلا اديني قاعد لحد الصبح. ما تشوف لي الواد اللي بيهرس في الارض بالفاس ده، هو بيقرص كحك. انا عايز اضرب الفاس في الارض تجيب دم، جاكم الدم. اهلا اهلا. ازيك يا عبد الرحيم اخوي؟ ازيك صحيت؟ عاش من شافك يا سيدي. ايه الحق عندي ولا عندك؟ يا اخوي حقك عليا لا حق ولا باطل. ازيك؟ وحشني والله العظيم. انت اللي وحشني. ايوه يا اخوي، عشان كده مقطع الزيارات. وانت يعني حد بيشوفك؟ يا سيدي حقك عليا خلاص. اهلا معلش. ازيك يا ست الكل؟ اتلهيت في الراجل اللي ما حدش بيشوفه ده. اتفضلوا اتفضلوا. ازيك يا عمي وازاي صحتك؟ تسلمي لي يا ست الكل. مبروك نجاحك في الكلية. الله يبارك فيك. مبروك لإلهام. يبارك لي في عمرك. لا أمال هي فين يا عم؟ فوق. تحب اندهالك وتقعدوا معنا هنا ولا تطلعوا ترغوا فوق براحتكم؟ لا خليك مرتاح، أنا هروح لها أحسن. يا ماك يا جماك. إيه حلوة مجدي. الله سلوا بلدهم يا أخي. هو اسمك إيه؟ يا ماك. يا الست خد الست هاني مطلعها فوق عشان يقعدوا مع بعض، فاهم ازاي؟ يلا اوكي. عن اذنك يا عم. اتفضل. عن اذنك يا بابا. اتفضل يا بنت. اهلا وسهلا. اتفضل. يا الف مرحبا يا الف مرحبا يا الف مرحبا. اهلا يا اهلا. تشرب شاي ولا ايه؟ لا لا ماليش لزوم. لا 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 مش لازم، لازم تشرب حاجه. خلاص يبقى شاي. يا سيلفيا سيلفيا. يس. احنا الاثنين في الفنجال شاي. مالك يا بنت واقفه متنحلي كده ليه؟ ما بتتحركيش. الظاهر ما بتفهمش عربي. اصلها لسه جايه جديد، ما خدتش على لغانا. ايه احنا الاثنين تو في الفنجان. الله ينور عليك. هو ده ايه؟ كسر. يلا سيدي فهمت. وايه اللي رماك على الغلب دي؟ غلب؟ غلب ايه؟ مش شغل ناس لا بيفهموك ولا انت فاهمهم. هو ايه اللي لا بيفهموني ولا انا فاهمهم ده؟ ده الواد مكتي بيفهم الكوف، وهم كمان يعني ما بياخدوش وقت في علامهم. ولو برضه ولاد بلدنا مننا وعلينا.
احنا بنفهمهم وهم بيفهمونا. سيبك من ده كله، ايه اللي اولاني شرف الزياره العظيمه دي؟ اوعى تكوني مخبيه عليا حاجه. هخبى عليك ايه بس يا الهام؟ يعني انت فعلا ما تعرفيش عم عبد الرحيم جاي يكلم بابا النهارده في ايه؟ والله ما اعرف، ولو هعرف هخبى عليكي برضه. بابا قال لي انه عاوز باباكي في موضوع، ايه هو ما اعرفش. يكون احمد طلب باباكي في المصنع وقال له حاجه؟ قصدك يعني يكون طلب ايدك من باباكي؟ انا بقول يعني جايز. ريحي نفسك، احمد مش هيطلبك الا لما تظهر نتيجه البكالوريوس، ولو كان هيعمل حاجه غير كده كان قال لي. انا مش عارفه انا ليه قلقانه كده. اولا مفيش حاجه تخليكي تقلقي، ادعي بس لاحمد انه ربنا ينجحه. يا رب. يا عبد الرحيم يا اخويا، ده انا كنت عايز انصحك ان انت تجيب من الاولاد دول وتشغلهم عندك في مصنعك. وده كلام يا راجل؟ ولاد بلدنا هنشغلهم فين؟ اصل بصراحه كده الاولاد دول ظروفهم صعبه في بلدهم. ايوه، واجورهم قليله وملهمش طلبات. ما قلناش حاجه، بس قدام كل واحد هنشغله من الناس دول هنحرم واحد من اهل بلدنا، والحياه بقت صعبه ومحتاجه فلوس قد ايه. يا اخويا ما الشغل مرطرط اهو في البلد وعلى قفا من يشي. ما هو بالطريقه دي اللي هيبقى مرطرط ولا على قفا من يشي، هيبقى في ناس بطاله واللي يجرى يجرى. بصراحه كده يا عبد الرحيم يا اخويا، يعني انا ربنا ما رزقنيش غير ببنت واحده، واني بقى لازم اعمل لها كده وعشان اامن مستقبل. يا سيدي المستقبل بيد الله. استاذن بقى. تستاذن فين؟ هو احنا لحقنا نقعد كده ولا نتكلم مع بعضنا؟ معلش انا ورايا شغل كتير في المصنع. طب يا سيد يبقى غيب كده وطل برضه عليك. خلاص يبقى زورني واحنا نرد الزياره ونجي لك. خلاص انا هجيب الهام ونيجي نزوركم. في انس وتشر. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، الف سلام. باباكي ماشي بس يبان عليه مش مبسوط. انا هتجنن، عاوز اعرف كانوا بيتكلموا مع بعض في ايه. طب ايه رايك اروح المصنع لبابا واحاول افهم منه ايه الحكايه؟ لا طبعا ما ينفعش. بقول لك ايه، تعال نروح لبابا نعرف منه الحكايه بالظبط، ايه رايك؟ فكره برضه. يلا بينا. يلا. نيجي نقعد مع حضرتك. يا مرحب يا مرحب، اتفضل. قول لي يا عم، هو بابا مشي بسرعة كده ليه؟ كان وراه شغل وراح يطلع على المصنع. هو احنا ورانا يا اخواتي غير تعب القلب؟ اكيد عم عبد الرحيم كان وحشك قوي. ايه طبعا. ويا ترى بقى كنتوا بتقولوا ايه لبعض بعد الغيبة الطويلة دي؟ والله قعدنا برضه نتكلم كده ونسير ونسأل على احوال بعضينا. بس ايه اللي بس؟ ايه اللي بس؟ هيكون فيها تاني بس يا الهام؟ ابدا. يا مرحب يا مرحب يا مرحب. بقول ايه يا هنداوي؟ قوم يا ابو الحاج. تعالى بدار عبعال. عبعال مين؟ عبعال ياد اللي كان هنا امبارح، هو اللي اسمه سلامه وحسنين. ايوه اعرفه. تعرف تروح لهم دلوقتي؟ اروح لهم اقول لهم اه. قول لهم الحاج عبد الرحيم عايزكم دلوقتي حالا. ايوه يا ابو الحاج، بس اصله الواد سلامه وحسنين دول ما اعرفش ساكنين فين، عشان هم ساكنين بعيد. يعني عارف بس مكسل تروح. مش القصد يا ابو الحاج. نهايته. تعرف دار عبد العال؟ ايوه امال ده صاحبي. روح هات وتعالى لي على طول. ايوه يا بالحاج، بس كان في موضوع كده عاوز اكلمك فيه. ايه تاني؟ يعني حضرتك كلمت عم امين؟ اوه كلمته. هو قال لك ايه؟ يوه بلاش لكعه بقى، روح وبعدين هقول لك. طب ما انا هروح يا حاج، بس كنت تطمني الاول. يا ولاد بلاش لكعه، روح. هوا هوا يا بالحاج، هوا روح. مش هيتاخر يا حاج، زمانه جاي. وصل مشوار كده. لو في حاجه قول لي يا حاج وانا بلغه. استنى يا حاج استنى، الحاج وصل اهو. مين يا صالح؟ ده الحاج شاكر يابا. اهلا اهلا يا حاج، اهلا اهلا. لا ده انت تؤمر يا سيدي، ما بين الخيرين حساب. ادفع اللي تقدر عليه والباقي على مهلك، حتى لو ما فيش خالص مش مهم، ما تفرقش. الله يخليك الله يخليك. السلام عليكم. خير يابا، كان عايز ايه الحاج شاكر؟ ده احنا لينا قرشين عنده، عايز يدفع جزء والباقي نصبر عليه شويه. وده اسمه كلام؟ ده احنا محتاجين الفلوس يا ابني. الناس اعذار، ربنا يفرجها على الجميع. اللي تشوفه يابا. عملت ايه مع عم عبد المعين؟
ما فيش فايدة. اللي في دماغه في دماغه. يعني ايه؟ مش ناوي يرجع الناس شغلهم؟ هيرجعهم بس بنص أجرة وإلا بلاش. الله، وده اسمه كلام؟ ده ظلم والله. يا سيدي، من حكم في ماله ما ظلم. الله، طب والعمل؟ إيه؟ العمل يا ابن عمل ربنا. افتح يا عبعاه! يا عبعاه هنداوي! عبعاه افتح بسرعة! هنداوي، إيه خير في إيه؟ الحاج عبد الرحيم عاوزك، لا أنت لوحدك يا أنت وسلامة وحسنين. نعم يا اخوي، يعني اروح له انا لوحدي ولا انا وسلامه وحسنين؟ لا، هو قال لي تجيب عبعال، يا تجيب عبعال وسلامه وحسنين معاك. وما ما تعرفش عاوزنا ليه؟ لا، بس هو قال لي هاتوا وهاتهم بسرعه. يعني نروح له احنا الثلاثه ولا انا لوحدي يا هنداوي؟ اي حاجه يا اخي، اي حاجه. اي حاجه ازاي؟ ما لو كنا احنا الثلاثه يبقى لازم نعدي على سلامه وحسنين وناخدهم معانا. لا كده هنتاخر، هنتاخر قوي. انا لازم ارجع له بسرعه لان في حاجات مهمه جدا لازم يقولها لي. نروح له احنا الاول ويبقى هم يحصلونا. طب هم هيعرفوا ازاي ان الحاج عبد الرحيم عاوزهم؟ هم احرار بقى بيعرفوا لوحديهم. والله امر غريب يا هنداوي. طب على اذنك دي واحده ورجعت بسرعه بسرعه. مفيش وقت يا عبعال، مفيش وقت يا عبعال، بسرعه. خير؟ عايزك في ايه الحاج عبد الرحيم؟ ما دام سمعت يا خضره يبقى عرفت ان هنداوي ما قالش. يكونش كلم سي عبد المعين؟ جايز هو كده اكيد كلمه وقال له لازم ترجع عبد العال الشغل، وسي عبد المعين عمل له خاطر ووافقه. ربنا سهل. بس بقول لك ايه، حاول كده تكلم سي عبد الرحيم بالهداوه وتقول له يقنعه ويزود الاجره شويه. الدنيا غليت يا عبد العال. استغفر الله العظيم، هو احنا كنا طايلين نشتغل بنفس الاجره لما هنطلب زياده يا خضره؟ بس انا كده حاسه ان الموضوع اتحل خلاص. حكما سي عبد الرحيم ده راجل كله بركه، ما يحطش مناخيره في موضوع الا لما يتحل. اما نشوف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الهي يفتحها في وشك قادر يا كريم. اتأخرت ليه؟ مش بقولك مستعجل؟ ابدا مفيش تأخير ولا حاجة يا هنداوي، كنت بلبس الهدمة يا اخي. طب يلا اخويا بينا. يلا بينا. بقولك ايه؟ ايه؟ لو الحاج سألني على سلامة وحسنين هنقول له ايه؟ انت ناوي تجنني يا جدع انت ولا ايه؟ لو عايزنا نفوت عليهم بينا نفوت. لا نفوت ايه؟ بقولك انا متلخبط، انا مستعجل، متلخبط قوي. الله خبر ايه؟ في ايه يا هنداوي؟ مالك يا ولد؟ هو ده وقته؟ بقولك مستعجل، ده حاجة غريبة قوي. عجايب يا ناس. ادخل. انا اللي جيت لك فرينا اهو يا حاج. فرينا؟ ايوه فرينا. راجع لوحدك يا فالح؟ لا، راجع مع عبعال. وفين حسنين وسلامه؟ الله، ما انا قلت اجيب معايا عبد العال تقول له الكلام اللي انت عاوز تقوله لسلامه وحسنين، فاقوم عبد العال يقول الكلام ده لسلامه وحسنين وتخلص الحكايه. مش معقوله كده برضو؟ لا معقول. إيه؟ فين ده؟ حاضر. عبد العال تعال يا عبعال. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل، روح شغلك انت يا هنداوي. ماشي ماشي يا ابو الحاج، بس يعني ارجع لك بعد ما تتكلم مع عبد العال. يا واد بلاش لك، روح لشغلك. هروح لشغلك. هو اتجنن الواد ده ولا ايه؟ لا ما فيهاش حاجة. روح اتفضل بالعافية. يا ابو الحاج الله يعافيك. خير خير يا ابو الحاج؟ خير يا سيدي. انا عديت النهارده الصبح على الحاج عبد المعين. ها؟ وايه اللي حصل؟ وافي على انكم ترجعوا الشغل. روح روح روح، ربنا يكرمك يا حاج. الحمد لله. بس بس ايه يا حاج؟ بس بنص اجره. ها تاني؟ مو نفس الكلام برضه؟ مفيش حاجه اتغيرت يعني؟ اسمع ما اقول لك. نعم. انا ليا راي في الموضوع ده. قول يا ابو الحاج. ارجعوا شغلكم ونص اجره. نص اجره ماشي. ما ينفعش والله، ما ينفع يا ابو الحاج. يا اخي اسمع كلامي بس. حاضر. ترجعوا شغلكم تاني، ما تسيبوش اماكنكم لحد. اثبتوا للحاج عبد المعين ان الواحد منكم 100، ها؟ عشان يحس بالفرق ويرجع لكم اوضاعكم زي زمان. اوه ده بعد عمر طويل بقى. شوف موت يا حمار. اسمع كلامي بس وقول لزمايلك كده، وانا متاكد انهم هيوافقوا. حاضر حاضر يا حاج. انا عموما هروح لهم واقول لهم على حضرتك قلته لي ده، وان فيه الخير بقى يقدمه ربنا. عليك نور، اهو كده الكلام. يلا توكل على الله. عموما احنا متشكرين يعني على تعبك ومجهودك ده معانا يا حاج. لا شكر على واجب يا ابني، ده يا اولاد توكل على الله. السلام عليك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. على فكره يا الهام، نظره الجدع اللي ورايا دي مش مريحاني خالص. ده مش فاهم حاجه، ده بيبص لنا على اننا اتنين من كوكب تاني. لا انا متهيألي اني فاهم كلامه شويه بس مش كل الكلام.
عموما انا قلت لك وخلاص. تحب نطلع فوق؟ يا ريت يكون احسن. طب يلا بينا. ست ساميه، ست ساميه. جمالات، ايه اللي جابك دلوقتي؟ خير يا جمالات، في ايه؟ الاستاذ احمد اتصل بالتليفون. نجح. نجح، الف مبروك. الحمد لله. مبروك يا الهام، مبروك. ايه يا اولاد بتباركوا لبعض على ايه؟ احمد يا بابا، قصدي الباشمهندس احمد، نجح وخد البكالوريوس كده اهو. مبروك مبروك يا سامي. بلغ الوالد بقى، قولوا له عم بيقول لك مبروك بس ما تاكلش عليه الشربات. الله يبارك فيك يا عم. قولي لي يا جمالات، هو قال لك هيجي امتى؟ لا ما قالش، هو قال انه تو جايب النتيجه من الكنترول. قصدك الكنترول؟ بالظبط اللي بتقولي عليه ده، وقال انه هيركب ويجي. طب امشي انا بقى يا الهام. ودي معقوله؟ والغدا؟ معلش امشي انا عاوزه اروح المصنع افرح بابا. سلام بقى، يلا يا جمالات. سامية استني، سلمي لي على احمد الاول وقولي له مبروك. نور، الله يخيبك يا هنداوي، زي ما انت بلخبط لي كل حاجه. ادخل يا سي هنداوي، استلقى وعدك. هنداوي مين يا سي بابا؟ سامية، خير يا بنت؟ ايه اللي جابك دلوقتي؟ حذر فذر، ايه اللي جابني؟ الله، انت مش كنت هتتغدى عند عمك عبد المعين؟ ايه اللي جابك؟ غيرت رأيي يا بابا لما عرفت احلى خبر كنا بنستناه. طب قولي فرحيني. احمد نجح يا بابا، احمد نجح. احمد نجح، الحمد لله الحمد لله. انت بتعيط يا بابا؟ عيط؟ معقول يا بنتي عيط وانا بقى عندي بس مهندس قد الدنيا اتدعت بها به قدام الدنيا كلها؟ ده صبر التعب وشقايا العمر كله، الحلم بقى حقيقه. الله، انت بتعيطي؟ لا، من بعد النهارده مفيش رياضه، مفيش غير فرح وبس، فرح وبس. يا صالح صالح، تعالى افرح باخوك الباشمهندس. بقى ده اسمه كلام؟ انا مش قادر اصدق. بقى هو ده اللي قدر يعمله سي عبد الرحيم؟ يعني هو كان هيعمل ايه اكتر من اللي عمله يا سي سلامه؟ كان هيقول له شغلهم بالعافيه وزود لهم الاجره كمان. وايه اللي عمل دلوقتي يا رجاله؟ هنقعد ساكتين كده؟ لا لا، مش هنسكت يا حسنين، دي حاجه ما يتسكتش عليها ابدا. يا كده يا نلبس تراح ونقعد في الدور. انا بقول ايه، احنا نروح نقابل سي عبد المعين ونكلمه في وشه. ايوه، احنا عمرنا ما يضيعش هدر. يعني ايه؟ ياكلنا لحم ويفوتنا عظم. عبد العال، انت يا عبد العال. ايه عايزه؟ ايه عايزك تجيلي. طيب جاي. بعد اذنكم، بعد اذنكم يا رجاله، دي هكلم الجماعه. طيب حاضر. ايه في ايه؟ بتنادي عليا ليه؟ مش شايفاني بتكلم مع الرجاله؟ هقول لي يا اخويا رستهم على ايه؟ هنروح لعبد المعين نكلمه. ايوه طبعا، لازم تروحوا له وكلمه بالهدوء يا عبد العال، ورسيه على حالته. قول له العيال الغلبانه دي، البت اللي نايمه والولد دول ذنبهم ايه؟ احنا كبار يا اخويا ونستحمل الجوع، انما دول لا. ربنا عنده الفرج يا خضر، انا خارج للرجال. ما تعوقش عليا يا عبد العال، وتعالى وقول لي الخبر يا اخويا. طيب حاضر. خير خير يا عبد العال، حصل ايه؟ ما حصلش حاجه، يلا بينا. بقول لك ايه يا عبد العال، احنا نكلمه بالزوج الاول يمكن. بالزوج بالعافيه زي ما ترسي بقى، يا روح ما بعدك روح، يلا بينا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا مرحب، على الله كونوا عيلتكم. عيلنا؟ عيلنا يعني ايه يا حاج؟ الله، عقلتوا يعني وترجعوا شغلكوا تاني؟ هو احنا كنا فوتناها يا ابو الحاج، مش انت اللي يا سيدي؟ حقك علينا، غلطنا وبنصلح غلطنا. عشان خاطر عمك عبد الرحيم هرجعكوا شغلكوا تاني، اتفضلوا. وبنص اجره برضه يا حاج؟ يعني هو ما قال لكم شيء؟ ايوه قال لنا، بس يعني دي حاجه برضه ما ترضيش ربنا. يا سلام، وانت اخويا بقى جاي تعلمني ايه اللي يرضي ربنا وايه اللي ما يرضيهوش؟ اما عجائب والله. العفو يا ابو الحاج العفو،
بس ما فيهاش بس، عاجبكم تشتغلوا مع اهلا وسهلا، مش عاجبكم الباب يفوت قام. الله 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 الله، انت بتطردنا يا حاج عبد المعين؟ والله يا اخي افهمها زي ما انت عايز. افهمها ازاي زي ما انا عايز؟ ده احنا قضينا العمر كله في خدمتك، تعب وشقا وبهدله، وفي اخره المتمه بتطردنا؟ والله بقى انا حر في مالي، على ازاي بقى انت مني؟ ما قلناش حاجه، بس احنا حدانا بيوت مفتوحه وعندنا عيال بنربيهم. واخويا ما كنتش خلفتكم بقى ونسيتكم، مال انا ومال عيال. ايوه يا ابو الحاج، بس يعني دي حاجه بقى ما ينسكتش عليها ابدا. الله يا سلام، اهل ما ينسكتش عليها ونسكت. انت بتهددني؟ ما عجب والله ما بنهددش ولا حاجه، بس احنا مش منقولين من هنا لما نشوف لنا صرفه في الموضوع ده. صرفه كمان؟ يعني انت بقى جاي وناوي على شر بقى يا مان؟ يا مان يعني ايه بقى؟ مش ناقصه الا مان. اطرد الخلق دي بره دار. اوعى اوعى تعصبني. الله الله الله، شفتهم شفتهم؟ يا خبر يا نهار مش فات يا اولاد، يا سلام سوق، حد يجيب لي البوليس. الله، حد يغط يا اولاد، انتوا غبتوا هددوني. هاي انا حفراق اللي ما دخلتك السجن يا ابلان، ما بقاش انا اسجني، السجن ارحم من الظلم. يا اقول الكلام ده بالظبط بقى. اي بابا عشان خاطري يا بابا بلاش، عبد العالم مش دلوقتي يا عبد العال. ما شفتش نزل الراجل؟ طب ساكت ازاي؟ عشان خاطري يا بابا بس خليهم يمشوا دلوقتي. طيب انا هدخلك السجن وهرافك مامك يا عبد العال، انت والشضاليه دول. كفايه ارجوك يا بابا كفايه. عبد العال يلا يا حسين، يلا يا سلام امشوا دلوقتي. يلا عبد العال، يلا عبد العال، اهدي يلا نقدر جوه. يلا بابا اتفضل دلوقتي. انت الراجل راح من ايدينا يا اولاد. معلش يا بابا بس اتفضل انت دلوقتي. والله يا علي يا اولاد عشنا وشفنا اخواتي بقينا مهزله في البلد على اخر الزمن. طب لا طردهم من البلد دي وموريهم بقى. هتكلم مين بس يا بابا؟ هكلم ضابط النوم. ايه لازم ابياتهم في السجن الليلة. ممكن حضرتك تهدى شوية بس؟ اهدى اهدى ازاي بعد اللي حصل ده كله؟ تقولي لي اهدى. انا عايز حضرتك تهدى شوية بس يا بابا، انا عاوز اتكلم معاك وبعدين انت بقى بعمل اللي انت عايزه. عايزة تقولي ايه؟ انا مش فاهم. ممكن بقى تتفضلوا تشوفوا شغلكم، ماك هيبقى كويس وانا هعلم. كريزي فارما. بابا انا عاوز حضرتك تقدر الموقف كويس. عبد العال وحسين وسلامة دول طول عمرهم بيشتغلوا عندنا وعمرنا ما شفنا منهم حاجة وحشة. واللي عملوه ده يعني كويس؟ أما عجايب والله. أيوة بس يا بابا برضه هم معذورين. معذورين؟ معذورين في إيه بقى إن شاء الله؟ يا بابا دول ناس فقدوا شغلهم، مورد رزقهم، هيعملوا إيه بس؟ ما هو على يدك أهو، كنت هرجعهم شغلهم ولسه بقول لهم ورونا الهمة، راحوا مورين الهمة فرقوا راني نصين، وكان عايزين يمسكوا فيا. لا يا بابا ما حدش يقدر يمسك فيك، ده أنت مهما كان مربيهم. مربيهم؟ أيوة. ما هدالة التربية إيه؟ يا بابا يا بابا أرجوك حاول تقدر الموقف كويس عشان خاطري. تقدر الموقف؟ موقف إيه اللي أقدر؟ وأنا مين اللي أقدر موقف يا إخوات؟ أنت اتسرعت برضه يا عبد العال. يعني كان لازم تضربه بالشومة على دماغه. امال يعني كنت هسكت له يا سلامة؟ يعني عايز حتة واد زي مجد ايه يزغدني في صدري بالعصاية واسكت؟ تيجي ازاي دي يا اولاد؟ اديك ضربته بالعصاية، طمنا حاجة. والله العظيم هاين عليا ارجع لهم تاني واطوق الضرب في العيال دول لحد ما بلهم صاحب. ده لو كان ليهم صاحب. اهدى يا ابو الجوهري، اهدى اهدى، ما توديش روحك في داهية. هو في داهية اكتر من اللي احنا فيها دي يا سلامة؟ اهدى يا راجل وفكر في ولادك. لو دخلت السجن مين هيجري عليهم؟ ومين اللي هيجري عليهم وانا قاعد في داري زي الحريم حاطط ايدي على خدي؟ الشربات يا سي الحاج. مش كان الواجب الناس تشرب الشربات الاول وبعدين احنا؟ يا سي الحاج احنا اصحاب الفرح، يبقى احنا اللي نشرب الشربات في الاول. يعني فرحان لنجاح يا عم امين؟ الا فرحان يا عم، ده انا كاني انا اللي خدت الشهاده. يا سلام، فين ايام زمان لما كنت بشيلك على دراعي وانت في اللفه؟ وكنت ايامها ادعي ربنا انه يبارك لابوك فيه وفي اخواتك. الحمد لله العيله دلوقتي بقى فيها باشمهندس قد الدنيا، من بكره بقى بطل تيجي وتدير المصنع. وانا موافق طبعا. اديره؟ لا، لكن هشتغل معاكم. ربنا يطول في عمر باب الحاج ويدير مش بس المصنع وفي الحياه كمان. اصيل يا ابني. طبعا لنبتك يا حاج. تشكر يا راجل يا طيب. إنما صالح برضه عنده حق، أنا وعمكم أمين عجزنا خلاص والمفروض نسحب على المعاش ونستريح والبركة فيكم بقى، مش كده يا أمين؟ لا يا سباب، ده أنت لسه شباب وهتفضل شباب على طول. أبو الحاج أبو الحاج. إيه يا واد؟ إيه حصل حاجة؟ إلحق يا أبو الحاج، الواد عبد العال وسلامة وحسنين راحوا على ضرس عبد المعين وتهجموا عليه وقام تحكى بينه. معقولة؟ حصل الكلام ده امتى يا ولا؟ من ساعه زمان والسيره دايره في البلد كليتي. لا حول ولا قوه الا بالله. وهما بيتخانقوا مع بعض ليه؟ انا هبقى افهمك يا احمد. قوم بينا يا صالح نروح لعمك عبد المعين ونشوف ايه الحكايه. اتفضل يابا. اجي معاك يا بابا؟ لا خليك مع اختك، انت واجب عليك تستريح.
السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مش تفهمين الحكاية يا سامية؟ هات العواقب سليمة يا رب. محضر العشاء. اسمع يا تعالى نتصل بالهان. هذا يا سيدي اللي حاصل. على اخر الزمن شويه عيال يعملوا لنا مهزاء. لا 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 ما لهمش حق. انا لولا الهام بنت ترقت لي انا كان زمان النهارده مبيعكم في السجن. يا سيدي الطيب احسن. انا صحيح مش مصدق اللي حصل ده، لكن الناس دول طيبين وبحالهم. انا شايف يا ابو الحاج انك تجيب الولاد دولت وتأنبهم وتخليهم يبوسوا راس الحاج ويستسمحوه. لا انا مش عايز اشوف خليه حد منهم. ايه رايك بقى يا راجل؟ خلي قلبك كبير، دول مهما كان تربيت ايدك. ايوه بقى طمرت يا خوفي ام التربيه، طمرت قوي اهو. معلش حمقت شباب، انما كل شيء يتصلح باذن الله وانا هتصرف وبفوت عليك تاني. يلا بينا يا صالح. اتفضل يا ابني. ما لسه بدري يا عمي. بدري من عمرك يا ست، معلش وقت تاني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.